ربنا فرجه قريب، ربنا فرجه قريب. كنت في الكنيسة بتعمل ايه؟ مين كان معاك؟ نفذت التفجير ازاي؟ انا مش هتعب، انت اللي هتتعب. واللي انا عايز اعرفه منك هعرفه. سهل على نفسك الحكاية احسن لك. نبدأ من أول وجديد. اسمك إيه؟ جمال الجبالي. بس صح. صباح الخير يا عماد. إيه أنت بقيت هنا ولا إيه؟ بجهز لحضرتك قائمة الشهود. أوكي. وريني يا سيدي. لو دي قايمة الشهود بس يبقى أكيد هتتجازى. دي يا فندم شهود ومشتبه فيهم الاتنين مع بعض. كمان؟ روح يا ابني دور لك على محامي كبير يشتغل عنده. أنت مالكش عايش في النيابة. طب أعمل إيه حضرتك؟ دي الأسامي اللي وردت في محضر المباحث الأولي. الأولي ده فات عليه 8 ساعات. التفجير حصل 12 بالليل. استعجلهم يا عماد، واللي هيتأخروا فيه لازم احنا اللي نوصل له. عماد، انت عارف نظامي. عارف يا فندم. خميس السيد ده صول المباحث اللي بره؟ تمام يا فندم. خليه يدخل. حاضر. تولين اوغلو دي فين؟ في حجز الاسم. استدعيها للعرض علينا. جاري يا فندم. كويسة؟ أمي فين؟ أم أخويا فين؟ هما كويسين؟ مش عارف يجي من شيء. أمي فين وأبوها؟ ما تتحركش، من فضلك ارجع السرير تاني. أوعى أنتِ! فين بقية الناس؟ يا يوسف! يوسف! طلبيني! فين أخويا وأمي؟ فين العمليات يا ابني؟ لسه ما خرجوش. يعني هما كويسين؟ يا ابني محدش بيقول حاجة. سعادتك، المعاينات الأولية بتحدد سبب الانفجار من داخل سيارة مفخخة كانت على بعد أمتار من مبنى الكنيسة. كل المصابين والقتلى من الأقباط المتوجهين للكنيسة باستثناء صول مباحث متعين حراسة على الباب. والجناة في مجموعة طبعا عليها في النقط، منهم واحد مسجل جماعات قبل كده وراهن التحقيق دلوقتي. فده ملف التاني. وكان البحث وتوصيل الاشتباه. فين تقرير المباحث؟ خلال ساعة يكون عند سعادتك، بس أهم معلومة فيه هي وجود قنبلة داخل قاعة الكنيسة، ما انفجرتش، لقينا عليها بصماته. الحمد لله إنها ما انفجرتش.
لا إله إلا الله. الله 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 الله. ليه بس ده يحصل؟ قول لي أنت يا موسى ليه ده يحصل؟ جمال ابن إرهابي ده متربي على أيديكم. قول لي أنت يا فرغلي، جمال عمره أذى حد ولا ضايق حد؟ استهدأ ده بالله بس يا رجائي، أكيد الحكاية مش كده. مفيش حاجة اسمها إرهابي كده من باب للطاق. ما هم اللي قالوا كده لما جم هنا. ما هو تلاقيه بقى عنده مشكلة مع حد، والحد ده هو اللي بيرازي فيه. أشرف أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. على مهلك حبيبي، على مهلك. معلش معلش، تعال شد وتزول إن شاء الله. أنا ما نروح نساعد أسماء. سلام عليكم. وعليكم السلام. اقعد يا عم. معلش حبيبي. شفت يا أشرف؟ شفت اللي حصل يا ابني؟ بصيت لقيتهم داخلين عليا، ما بقتش عارف دول بوليس ولا مش بوليس ولا إيه بالظبط. وهات التكسير وتفتيش في كل حتة في البيت. قال لهم عايزين إيه؟ قالوا لي فين جمال؟ عايزينه ليه؟ قالوا لي ابنك إرهابي. ابن أنا؟ جمال إرهابي يا أشرف؟ معلش يا عمي معلش. معلش إيه بس يا ابني؟ الواحد ما بقاش فاهم حاجة. هي البلد دي إيه؟ الظلم خلاص؟ ملوش آخر؟ مش كفاية ظلموك زمان؟ وقول ده حظهم الدنيا. جايين دلوقتي عشان يقضوا عليه وعليا؟ ليه؟ ده قلبوا البيت عليه وطيه. ده انا حمدت ربنا ان سنين في المستشفى. لو كان حبت عيني هنا وشاف ده كان اترعب. انا مش فاهم حاجه يا ابني، فهمني يا اشرف في ايه؟ انا لسه جاي من اسم قصر النيل يا عمي. الكلام اللي بيقولوه ان جمال متورط في التفجير بتاع الكنيسه ده. تفجير كنيسه؟ جمال ابني فجر كنيسه؟ ليه؟ مستحيل. معلش اهدى. ده خلاهم محاولينه على امن الدوله على طول، بيحققوا معاه هناك قبل ما يتعرض على النيابه. انا كلمت شويه ناس وحاول اوصل له ان شاء الله. ايه ده انت بس؟ طب وزه ما عرفتش يا ابني؟ املنا في ربنا كبير يا حاج. ونعم بالله ونعم بالله. قول لي يا خميس، عدد ساعات خدمتك في اليوم ده كانت قد ايه؟ يوميها كان طوارئ سعادتك، يعني من 8 ساعات ل 12 ساعة يا باشا. كنت بتتحرك أثناء الخدمة؟ بتمر يعني ولا واقف في مكان ثابت؟ لا لا يا باشا، أنا مكان تمركزي على باب الدخول، لأني من الحراسة الثابتة المعينة على الكنيسة دي، يعني من الظهرات. تمام. طب بعد الناس ما دخلت زي ما أنت قلت، إيه اللي لفت نظرك في حركة الشارع قدامك؟ يعني يا باشا أي حد كان يجي يركن جنب الكنيسة المرور يقول لا، يحصل شويه زعيق وخلاص ويروح لحاله. تعرف الشخص اللي في الصوره ده؟ افتكرته، اعرفه. شفته من كام شهر كده في ديوان الوزاره وانا كنت رايح اقدم طلب نقل، وشفته في الكام يوم اللي قبل الحادثه كان بيجي الكنيسه باستمرار. تقصد انه ضابط شرطه؟ معرفش يا باشا. المرة اللي شفته فيها في الوزارة كان لابس ملكي، بس الصراحة راجل جدع ومحترم. إيه اللي حصل بينكوا بقى خلاك تقول عليه جدع ومحترم؟ يا باشا سعادتك، الراجل تعرفه من كلمته ومعاملته مع الناس، والجدع ده معاملته كانت حلوة. ما لفتش نظرك حاجة غريبة عليه يا خميس؟ يعني ما عملش حاجة، ما قالكش حاجة مثلا وهو داخل؟ لا لا يا باشا. هو أكيد يا باشا مش هو اللي عمل التفجير ده، لأن التفجير ده حصل وهو كان لسه جوه. لو كان هو اللي عمل التفجير ده أكيد ما كانش هيخرج منها، أو على الأقل هيحصل له حاجة. جاوب على اللي أسأله لك وبس. يا باشا أنا فاكر إنه كان بيساعدني وإحنا بنطلع طلبة زميلي، وبعدين كان بيشيل في الناس زي ما يكونوا أهله. قلت لك جاوب على اللي أسأله لك وبس. أنت هنا في تحقيق مش على القهوة، أنت فاهم؟ فاهم. اللي تشوفه سعادتك. ده شغل عوالم مرقصين. لما ما يعرفوش يأمنوا كنيسة يجوا يقعدوا على حجري بقى. أيوة رشدي عارف يا أخويا، عارف التفجيرات في كل حتة وفي أي وقت وبناقص اللي راح. إنما شكلنا بره هيبقى إيه؟ ها؟ شكلنا بره هيبقى ايه؟ ويقعدوا بقى يحطونا في دماغهم ويقولوا تفجيرات وارهاب وبلاوي زرقاء. الله، تقرير ايه يا رشدي اللي هترفعه لي؟ انا قلت لك عايز تقرير. روح يا اخويا، روح روح شوف اي بار نلبسها له، ولما تخلص شغلك مظبوط ابقى ارفع لي تقرير. وبسرعه يا رشدي بسرعه،
قبل ما المعارضة ووسائل الإعلام يفضحونا. يلا يا أخويا مع السلامة. تكونين في غبائكم. مدام ليلى محجوب وصل لبره يا فندم. مش لوكاندا ابو حمق. صحصح معايا كده. شوف دي. ودي. ودي. بوريهم لك بس عشان نعدي الخيبه بتاعت ما حصلش وما كنتش هناك والكلام ده. قول لي بقى تشتغل لحساب مين؟ والقنبله اللي لقى عليها بصماتك جبتها منين يا جمال؟ كم واحد معاك في التنظيم ده؟ ودول ما لقوش صور عندك؟ تسأل عليهم. انت هتستعبط يا روح امك؟ شغال مع مين يالا وكام واحد معاك؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا ممكن اموتك وادفنك هنا ولا كلاب الحكومه هتشم لك رمه. فاهم؟ تعمل كده لو تقدر. انت عارف ان الصور اللي معاك دي تحميني والقضيه لازم تتقفل وانت فاهم، وعشان تتقفل لازم حد يشيلها. انت بتتحداني؟ انا بنصحك. الحكايه اكبر منك بكتير وانت فاهم. اسمع كلام. أدبوه. ما كنتش متوقع انك هتقبلي زيارتي. بالعكس ليه؟ يعني تكوني واخده على خاطرك ان انا ما سالتش عليكي بعد اللي حصل. تعودت ده من ناس كتير مش منك انت بس. ايه؟ وانا بقيت زي بقيه الناس ولا ايه؟ خير يا دكتور. كل خير يا عمر. احنا بس عايزين نظبط الاداء شويه، يعني بلاش الكلام الكتير والزعيق والصريخ بتاع كل ليله ده. مع انك انت عارفه صوتك بيعجبني قد ايه وانت بتصرخي. لو شايف اني بقول حاجه غلط امنعني. عارفه انك ما تهونيش عليا. انت عارف اني مش هسكت. اي طلبات تانيه؟ تعرفي كان نفسي ترفضي زيارتي. اعتبرها ما حصلتش. فهمتني غلط يا غزال. اجي يمين تيجي شمال. فاكره؟ لا ده انا كنت بس عايز الاقي حجه علشان اجي لك بيها. بس على فكره في حاجات كتيره قوي بعملها من غير اي حجه. يو يا سعد عرقانة. هو ايه يعني؟ برضه بموت فيكي. ما هو باين. عشان كده كل طلباتي مجابة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تون زعل ده ولا ايه؟ أرجوك أنا ما أقدرش. لا قدرت يا كومي. وفي ريال عندك بقت خلاص. مع إن لسه ما فاتش على جوازنا كام يوم. حبيبي قشر والدنيا كلها تحفر تحت رجليه. وأنا مش عايزة الدنيا كلها. هما حاجتين. أنا مش طماعة وأنت عارف. طبعًا أموري يا رحال. أول حاجة تبقى راضي عني. وتاني حاجة عايزة عربية غير اللي أنت جبتها لي، مش كفاية ما عملتليش فرح؟ حبيب قلبي، إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ولادي وبنتي الكبيرة، معقولة يعني يبقى فرحها آخر الشهر؟ وأبوها بيتجوز النهاردة، ينفع كده؟ أيوة ينفع. لا هو عيب ولا حرام. عارف والله عارف. بس يعني كلام الناس والجرايد والمجلات اللي ما وراهاش حاجة غيري. وبعدين يا ستي ما انا حطيت لك ثمن الفرح في العربيه اللي انا جايبها لك دي لاجوار يعني بمليون الله. ولو بمليون وزياده. بيبي انت عارف ان في ريال ما بتحبش تركب غير الحاجه اللي على مزاجها وبس. وانا تحت امر مزاج القمر.
هتعشيني فين بعد ما تجيب لي العربية؟ ولو اني عارف هتجيبي ايه ومن عند مين. هما جوزين التيران اللي انت بتمشيهم ورايا دول لحمايتي ولا لحاجة تانية؟ هنبتدي بقى نقول اي كلام. فريال، انا قبل كده قلتلك دول علشان ايه؟ ولما هما عشان حاجة تانية غير ان هما يتجسسوا عليا، ما بتستناش لي لما انا اقولك كنت فين وبعمل ايه؟ ما انا عارف طبعا انك هتقولي لي. هو انا لا سمح الله قلت انك بتخبي ولا حاجة؟ ده اهتمام يا فريال، زي ما بهتم بعيد ميلادك وعيد جوازنا واي اخبار تانية تهمك. خير؟ ده على وزن اشمعنى؟ طب طليقك اشمعنى؟ عرفت ان هو اللي متورط في تفجير الكنيسة. جمال تتجنن خالص. جنن بقى ولا ما تجننش، هو كده ضايع نفسه بنفسه. ايوه بس سليم هيعمل ايه؟ هيقعد عند جده طبعا. فريال، انا بقولك الكلام ده علشان اطمنك وافرحك واعرفك جمال بتاعك ده وصل لحد فين، مش عشان الاقيكي جايبه ابنك تاني يوم الصبح. بعدين ما تمثليش، لا انت عايزه عيال ولا انا عايز عيال في بيتي. انا بسال سؤال واحد وعاوز اجابه واضحه وصريحه عليه. انت وجمال كنتوا مسؤولين عن تنفيذ العمليه وانا نفذت. ما تقاطعنيش وانا بتكلم يا فند. انت انا العمليه دي بالنسبه لي ما اتنفذتش، والأسوأ من كده ان كلنا في خطر بالقبض على جمال. جاوبني يا علي، ازاي جمال يتقبض عليه في البيت المتامن؟ ازاي وصوله؟ فين التامين يا بهوات؟ ها؟ ليه ما تقاومش؟ القوات اللي اتحركت يا فندم، اي حد زي جمال او غيره فاهم كويس انه ما كانش ينفع يقاومه. جمال اتصرف صح يا فندم. صح. وفين تدريبات المقاومه والهروب؟ استسلام جمال ده وراه سر ولازم اعرفه. ضباط امن الدوله كانوا مركزين اول مره دي سعادتك. وانت كنت ايه علي فندي؟ ما انت كنت ضابط امن دوله وعارف ان سرعه القبض على المشتبه فيه بالطريقه دي وبالاسلوب ده ملوش عندي غير تفسير واحد، ان جمال متبلغ عنه. يا فندم احنا جمال يا فندم هو اللي كسر تأميره بنفسه، محدش بلغ عنه. غلطه واحده تسببت في العك ده كله، لان جمال ما كانش لوحده في البيت. مين كان معايا يا علي؟ adım Tülin Nuroğlu. 32 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Devam beyanat. Liki ikame daima في مصر. Yo, hayır, sadece seyahat için buradayım. Biz de siyahi muvakkatı. وقد عرضنا عليها صورة المتهم الأول وسألناها. تعرفي الشخص اللي في الصورة ده مين؟ كنت عنده بيت وبتعمل إيه؟ Evet evet tanıyorum. Bu Rimon Atiye. Sanatçıdır kendisi ve birkaç ay önce biz Türkiye'de tanıştık. Şimdi Kahire'de onun evinde ikamet ediyorum. هو اللي قال لك ان ده اسمه ولا اطلعتي على وثيقه رسميه شفتي فيها الاسم ده؟ Biz arkadaşlarımızın kimliğine bakmayız geldiğim yerde. Benim eşim adının bu olduğunu söyledi. حالي الساحة منورة. منورة بهلاقة مهدي. اشتقنا لك. أنا كمان. كيف مصر؟ ها تمام، بيسلموا عليك. الله يسلمك. شو؟ رسمك منيح ولا لساته مثل زمان؟ لوحة طنجة كان فيها مشاكل كتير. ها؟ الكلام ده ما تقليش أنا مهدي. أنت عارف أنا قلت لهم كل حاجة، هم اللي ما نفذوش صح. مشان هيك انسحبت؟ المجموعة كلها اتصفت. ده شغل وهم مش محترفين. طيب. على كل حال أنا ما بدي أشغلك كتير. جيت بس لحتى أسلم عليك و أعزمك لعندي اليوم على العشاء، راح أبعث لك السواق لعند الأوتيل، أوكي؟ ما بدي أطلع عنك الإلهام، على فكرة بدي أعرفك على زوجتي. ها ده أنت اتجوزت فعلاً. ها؟ شو المعلومات اللي عندك متأخرة كثير شايف؟ تولين! شفتها عجبتني، قررت أضيفها لليستة المقتنيات. مبدأ سوق العبيد ده برضه ما اتلغاش من عندك يا مهدي؟ لا 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 لا.
بس هي هوايه ما حدا بيقدر عليها غير ال تولين زوجتي. ريمون تشوك اير بيرسانات تشدر ترك يدي طنشتك. مرحبا. مرحبا. ما تنسى راح ابعث لك الشوفور. يلا باي باي. باي باي. بيضل البحر هو امن وسيله للشغل. ملعبنا بنعرفه منيح. ما فيش وسيله مضمونه طول الوقت. شكرا. برضه ما فيش وسيله خطر على طول. انا بصراحه ما بعرف كيف رح تنفذ العمليه، بس اذا قدرت شابو. عمليه رح تنكتب باسمك. ما تقلقش، طالما وعدتك ان انا انفذها اعتبر ان هي اتنفذت خلاص. اسف هرد على المكالمه وارجع لك. الو. ايوه سنهي بوليس اساس مثلا seni dinliyorum. Dönmeye çalışıyorum. Mehdi'yi dinliyorum. Mehdi sinirli hiç konuşmaz mı? Hiç. Haklı. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Seni seyretmek yeter. Neden sanatçı olduğun çok belli. Sen çok güzelsin. Mersin. Bunu almıyor musun? Mısır'da herkes buna alışıktır. Peki ben? Sen elimi ilk tuttuğunda bir şeyler hissettim. Ben seni sanki seni çok önceden beri tanıyorum. İçeride biliyorsun. Yok. Sadece hissettiklerimi söylüyorum. Hissettin mi buysa? Ne yaparsın? Şöyle söylerim. Mehdi'nin dediği gibi sizin aranızda çok farklı bir bağ var. Aranızda çok güçlü bir bağ var. عن شو كنا عم نحكي؟ كنا بنتكلم على البحر. صحيح. الحقيقة أنا أفكر من أجل التنفيذ. ليه؟ حصل حاجة ولا إيه؟ لا 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 أبداً. بس في نائب لبناني عامل لي شوية مشاكل. يعني حكي بالصحافة و عم يحاول أقوم الدنيا علي. خايف تكون العيون مفتحة علينا. واسمه النائب ده؟ إيميل حشاد. Çok komik, çok saçma gelecek belki ama bütün kız çocukları gibi beyaz atlı prensin gelip beni götürmesini bekledim. Sonra Al-Mahdi geldi. Onun gerçek atları vardı. Çiftliği vardı. Hiçbir şey anlamadım başta. Hiçbir şey anlamadım. Ama kalbi yoktu, vicdanı yoktu. Neden başka bir yol seçmedin? Ben seçmedim onu. O istedi. Aldı beni. Satın aldı. Ailem de hiçbir şey yapamadı. Gittiği her yere beni yanında götürdü. Çantaymışım gibi. Onun evli olup olmadığını bilmiyorum biliyor musun? Daha önce evlenip evlenmediğini bilmiyorum. Çocuğu olup olmadığını bilmiyorum. Çocuğu var gibi, yok gibi. Nasıl para kazandığını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Cariyeler pazarındaki cariyeler var ya. Onun gibi aldı beni. İşte bu. Herkesin gıpta ile baktığı hayatım bu. Bu kadar. Neden intihar etmek istedin? Denedim. Böyle yaşamaktansa ölmek istedim. Beceremedim. Silili sadece oturuğa gidilir.
Bizim Ramon'la aramızda bir yakınlaşma oldu. Ve Mahdi bizim ilişkimizi fark edecek diye ben çok korktum. Ramon'a bir şey yapmasından korktum. Çünkü herkes çok iyi bilir Mahdi'nin öfkelendiğini, neler yapabileceğini. Ama ben bu kadarını yapabileceğini asla düşünmemiştim ki. المهدي لما عرفك عليه قال لك بيشتغل ايه؟ Onunla bir fuar organizasyonu için gelmişti. Sonra beni tanıdıktan sonra takvimler değişti. Ve onun burada kalmasının daha doğru olduğunu söyledi. وحصل ايه بعد كده؟ Sonra işte bütün korktuğum başıma geldi. Bu parfüm nereden çekti? Ben hep bu kokuyu kullanıyorum. Sen fark etmemişsin. Başkaları edir. Eskiden de. Sen beni aldın. Hapishaneye kapattın, anladın mı? Ben bir hiçim şimdi. Bir raftaki bir biloyum. İnsanlar bana bakıp sonra her şeyi unutuyorlar, anladın mı? Başka hisler görüyorum. Sen hiçbir şey görmüyorsun. Herkes bilir beni. Ya sen? Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Sen delisin. Bak, eslerin fermiş. Sen gerçekten delisin. Tamam. Sakin ol. Kifak Rimo. بتحبني أدي لك باسم تاني؟ اسم تاني؟ اسم تاني يا مهدي؟ ولو؟ كل حدا فينا له اسم تاني. يعني حسب ما الناس بتشوفه. في حدا بيحب إنه يتنادى له مثلا جيفارا، كازانوفا، سبارتاكوس، محرر العبيد. بس مو أي عبيد، لا. اختصاص عبيد حلوين. يعني حسب الناس كيف بتشوفه. عندك فكرة عن الناس كيف بتشوفني؟ أنا رح أقول لك. أنا ما حدا بيشوفني. مثل ملاك الموت. ما بينشاف إلا بلحظة قبض الروح. عامل لك كاس؟ ما بشربش يا مهدي، ما أنت عارف. ممكن تغير رأيك. مش في مصلحتك إني أغير رأيي. عم تهددني؟ بس انت عارف ان احنا بدنا شغله مش لازم يبوظ. انت عارف انك ببيتي. ولي ممكن ما طلعك من هون. بس مثل ما قلت. في بيننا شغل ولازم يكمل. مصلحة الشغل فوق الكل. ben Rimon'un hayatının tehlikede olduğunu hissettim. Ve Mahdi'nin kötü şeyler planladığını. Sonra korkup buraya geldim. İlk günde işte olanlar oldu. Kifaye kadar lelade unkemel bukra. Okey. Ala fikre sefara ayinitlik muhami. Hayahdar maaki mittahiyyetlik ayı. Ne? Ben Rimon'un suçsuz olduğundan eminim. Benim niye avukata ihtiyacım var? جمال؟ ازاي يا بابي؟ جمال بتاعنا هو اللي عمل كده؟ أنا استغربت زي كده أول ما سمعت، بس اللي بلغني الخبر مصدر موثوق بيه والمعلومة مؤكدة. طب ازاي؟
انا مش مصدقه، مش ممكن. علي جوزك عارف كل حاجه؟ هو ما كلمش معاكي في الحكايه دي؟ علي عارف؟ هما مش شركة مع بعض ولا ايه؟ شركة في ايه؟ اه تقصد في شركه السياحه؟ الامور لسه هتتضح اكتر واكتر. وعموما في الحوادث الكبيره اللي زي دي الاسرار ما ينفعش تتقال كلها كده مره واحده او تتعرف مره واحده. المهم بالنسبه لي دلوقتي انك انت تركزي في شغل المحطه الجديده بتاعك. تعرفه اليومين دول مفيش تصاريح لاي محطات جديده، واقفين اي تصاريح. وانت اي حد يا بابي؟ بابي دي حبيبتي في البيت. اللي احب اقوله لك بقى دلوقتي انك انت لازم تلحقي تبلعي السوق. السوق بقى ملكك. تمام. مساء الخير. اهلا دكتور زيتون. مساء الخير. ايه يا خليفه، عايزنا استنى بره ولا ايه؟ معقوله برضو. ازيك يا عمر؟ ازيك حبيبتي؟ انت شايفه اتخض ازاي اول ما شافني؟ لا مش القصد. اهلا وسهلا لمكتبك يا دكتور، بس سعادتك مش معودنا على شرف الزياره في الوقت ده. كويس والله انك واخد بالك وعارف ان انا ما بروحش لحد، بس انت طبعا يا خليفه مش اي حد. بقول لك يا ماما سيبينا لوحدنا شويه. حاضر يا عمر. وما تنسيش تعدي عليا في المكتب، عايز اسالك على شويه المذيعات الجداد اللي انت جايباهم. تحت امرك يا عمر. باي باي. باي يا حبيبتي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اهلا وسهلا. سعادتك تحب تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. عامل ايه يا خليف؟ كويس؟ انا كويس، بس سعادتك يعني اللي باين على عليك يعني. ايه حكايتك مع كوميا يا خليف؟ وباختصار علشان وقتي ضيق. كوميا بيه فرد قلوعه على الاخر وداخل في كل حاجه من غير كسوف. انا في الاول قلت له الملاعب بتاعته اللي بيتحرك فيها ومش هيتعداها، انما يدخل على ملاعبنا والعك اللي حصل في انتخابات المجلس الاخرانيه ده، لا هو صح ولا من قانون اللعبه اساسا. اه يعني الكلام اللي سمعته صح يا خليف؟ لو نفس اللي قلته لسعادتك صح يبقى صح. يعني انت شايف ان احنا بنلعب بنوزعها كروت على بعض بنعملها برتيتا مش كده؟ يعني ايه؟ هو سعادتك شايف حاجه غير كده؟ ده كلام امرتجيه يا خليف. احنا هنا ما بنلعبش يا اخويا. ولا انك كبرت بقى وخايف من شغل عيل صغير زي الكوم اللي هيطلعك بره؟ خد لك اجازه يا خليف، خد لك اجازه استريح لك شويه، ولما ترجع يبقى اشتغل. ونصيحتي بقى يا اخويا تشتغل صح، عشان مش عايز اسمع كلام عنك يزعلني تاني يا خليف. سلامتك يا اخويا، سلامتك. يا رب دكتور. الست ايلين نبيان لسه في العمليات لغايه دلوقتي؟ لسه يا استاذ. يا رب. كل ده في العمليات؟ ليه؟ بيعملوا ايه كل ده؟ يا جماعه حد يفهمنا اللي بيحصل؟ احنا بني ادمين مش حيوانات. ايه ده يا ابني؟ لا بتعاملونا كده؟ ايه ده يا ابني؟ يا رب دخلك في عينك يا ابوه. إذا سمحت يا دكتور، إيه الأخبار؟ حضرتك زوج إيلين دميان ووالد يوسف اللي جم في حادث الكنيسة امبارح؟ أيوه دكتور. بقاء الله، كانت حالتهم حرجة. أنا آسف. يا فندم حصل أكثر من مرة. نبهنا وقلنا، حضرتك كنت مستضيفة المفكر روبير رزق الله في البرنامج بتاعك، وقال لهم بالحرف الواحد: يا جماعة حافظوا على الكنائس، يا داخلية أمنوا على الأرواح. يا جماعة احنا هنعمل أكتر من كده إيه؟ احنا بندم في ملطة؟ إيه المطلوب مننا نعمله؟ المطلوب نعمله إننا نقولها بكل صراحة وكل وضوح. أنتوا فشلة، حكومة فشلة، ودي مش عيشة، ولا دي الحياة اللي بنستحقها. لما الواحد رايح بيت ربنا يصلي أو يحتفل أو أي حاجة يرجع جثة، ويمكن ما يرجعش أصلاً من بشاعة التفجير اللي حصل، ما لاقيلوش جثة، يرضي مين ده؟ أكيد ما يرضيش حد. وبقولها لكم مش هيكفينا استقالتكم أو رفضكم حتى. ده إن حصل يا فندم لازم يحصل. إحنا اللي بيرضينا محاكمة الناس دي على الإهمال والفشل وخيانة الشعب المصري. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ولما أنت عارف كل ده من الأول يا علي ما حكيتليش ليه؟ سعادتك لك حق تزعل مني لو كنت أقصد أخبي اللي عرفته، بس كل اللي جمال حكاهولي كان مجرد كلام صحاب، دردشه ما تتكتبش في تقارير. تعرف على واحده صاحبها في مكان عادي، يعني ما تخيلتش الحكايه تتطور لابعد من كده. وهي اتطورت وبقت كارثه ولازم تتلم. هتتلم سعادتك،
هتتلم. بعد اذنك يا فندم. ايوه. طب تمام. خليك عندك وهكلمك تاني. البنت التركية رجعت الحجز يا فندم. علي، عايزك تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط في لبنان تاني يا علي. التزامي بالعملية والتسليم، ما كنتش سبته أبدا في الموقف ده، بس كنت متأكد إن المهدي هيتصرف، واللي تأكدت منه أكتر بعدها يا باشا إن البنت التركية هي سبب رجوعه، وهي برضه اللي ساعدته على الخروج بعد كده من هناك. طالما ساعدته يبقى عرفت هو إيه. ممكن سعادتك، ممكن. علشان كده أنا شايف إن وجودها في ضرر علينا. هي دلوقتي تحت إيدينا في الاسم، يعني في مليون سبب يخليها تنتحر بإرادتها. مش ده اللي هيزيل الخطر.
وبعدين أنا مش عايز مشاكل مع المهدي. بتفكر في إيه سعادتك؟ بفكر في إيه موجود تحت إيد جمال. هيكون إيه اللي تحت إيده يعني؟ ليه أصلاً سعادتك افترضت إنه معاه حاجة؟ لأن جمال من آخر عملية وهو مش مظبوط. اللي عمله ده بيقول إن هو كان عامل حسابه على هيحصل. في حاجة تحت إيد جمال هيساومنا عليها. أنت لو مكانه كنت هتفكر كده. أنا عاوز أعرف الأول في إيه تحت إيد جمال. وبعدين التنفيذ مش هيبقى في البنت. التنفيذ هيبقى في جمال نفسه.